جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة إلى تكثير العمل شيخ صالح، وتفضلتم وقلتم إنه أعظم للأجر، ما حكم تكثير العمل أيضا في النوافل غير التي ذكرها أخونا كالتراويح والتهجد؟ هل الأفضل طول القيام والقنوت أم الأفضل الإكثار من العمل والركوع والسجود؟ كله متساوي ما شاء الله، كله متساوي، ولكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أفضل. اللهم صل عليه. فالتطويل مع تقليل العدد فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكثير الركعات مع التخفيف الذي لا يخل بالصلاة نعم جائز أيضا والحمد لله. نعم ما شاء الله.